السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح ناخذ الملزمة الثانية. طبعا الملزمة الثانية بها هواي شغلات، فمثل يعني ما تعلمنا بالملزمة الاولى انه بس ناخذ بس الشغلات المهمة واللي تفيدنا. الملزمة الثانية تحكي على design of parallel systems. يعني شنو parallel systems؟ هو اي نظام بي مثلا processors وبي مثلا هارد ديسك وبي رام، شنو ونظام ثاني او مجاور إليهم أيضا يحتوي على بروسيسر وديسك، يعني بصورة عامة حاسبة ثانية كلها بدها تشتغل بنفس الوقت. هاي يسموها بارال سيستمز. الفائدة من البارال سيستمز إنه هو يتعامل ويا كميات هائلة من البيانات حتى شنو، حتى ينجزها بوقت أقل. هنا يقول لك إنه إذا عندك مثلا بيانات كلش كبيرة وعندك سنجل بروسيسر، فمثلا هيحتاج 5 سنوات يلا يكمل. سوري راح يحتاج مثلا 5 سنين حتى يكمل، بينما لو يستخدم البرل سيستمز راح يحتاج بس يعني 18 يوم. عندنا أنواع الداتابيس، هاي كلش مهمة، اللي هي الهوموجينوس داتابيس، والنوع الثاني اللي هي الهيتروجينيوس داتابيس. هاي شنو المطلوب من عندها؟ مطلوب منها اللي هي شنو وشنو فائدها. فخلنا نجي هسه نشوف شنو الهوموجينيوس داتابيس. يقول لك انه هوموجينيوس ديستريبيوتد داتابيس بالانظمه اللي يعني الداتابيس مالتها متوزعه، شلون مثل ما قلنا فروع بنك. يقول لك اذا كانت الداتابيس مالتها هوموجينيوس، يعني شنو؟ يعني all the sites، كل المواقع أو كل الشعب أو الفروع use identical database management system and operating system. يقول لك كلها يعني تستخدم نفس النظام ونفس المعلومات. هذا الخصائص ما تكلش مهم، انه مثل ما قلنا انه السايت الواحد يعني الشعبة أو الفرع ده يستخدم similar software identical database management system، نفس الداتابيس كلهم دي يعني دي يحدثون ودي يعني يخلون معلومات كلها بنفس الداتابيس اللي هو هذا النظام المستخدم مثل ما قلنا بالبنوك، انه لانه كل معلومات لازم تكون مطابقة لكل الفروع مال البنك. طبعا الهوموجينوس بقسمين او بفرعين، الاوتونوموس والنون اوتونوموس. خلينا نشوف هذا الرسم يوضح لنا الهوموجينوس. انه مثل ما نشوف مثلا النود الاولى والنود الثانيه كلها سيم سوفت وير. عندنا الفرق بين الاوتونوموس والنون اوتونوموس، ها شويه يعني اقرو. يقول لك عندنا الاوتونوموس يعني شنو، مثل الاوتوماتيكي. يعني عندنا النوع الاول انه يقول لك each database is independent that function on its own. يعني شنو، انه كل database هي مثل مستقله، بينما النوع الثاني اللي هو العكس اللي يقول لك انه اكو central or master database هي تتحكم بي. يعني الاول مستقل الثاني لا، اكو central اللي يتحكم بي. طبعا هاي كلش مهمه اللي هي advantage والdisadvantage مال homogeneous. هذا فيما يخص الهوموجينوس. النوع الثاني اللي هو الهيتروجينوس داتابيس اللي هو عكس النوع الأول، اللي هي شنو، راح يكون اكو اختلاف بالأنظمة. يقول لك in heterogeneous distributed database different sites have different operating systems. يقول لك انه كل شعبة او كل فرع من الفروع اللي يستخدم operating system معين. هنا ده يقول لك شنو الخصائص مال هذا، هاي ايضا مهمة. يقول لك different sites use this similar scheme and software، انه شلون النظام مو مطابق او مثلا ترتيب ما متساوي ويا بقية الانظمة. مثل هذا النظام يقول لك شوية يعني الصعوبة بالتعامل ويا، ليش؟ لانه كل شعبة لها فد نظام معين او لغة برمجية معينة، لذلك يصير شوية difficult
هاي يعني شوية تركزوا بيها لأنه مقارنة بالبقية. يقول لك بحنا transaction processing is complex due to dissimilar software، إنه النظام متغير. عندنا تايبين نوعين من عنده، الفيدريتد والان فيدريتد. عندنا هذا الرسم ده يوضح لك انه مثلا الشعبة الاولى والشعبة الاخيرة ده يستخدمون SQL database، بينما البقية ده يستخدمون الاوراكل. فيما يخص الانواع مال الهيتروجينيوس، عندنا الفيدريتد يقول لك حالة حال سنجل داتابيس سيستم، يعني كأنه ما مشتركة مستقلة وهي سنجل داتابيس. الان فيدريتد اللي هو يكون مثل الداتابيس سيستمز سنترال كوردينيتنج، يعني شلون اكو فتشي مركزي مسيطر عليهم، فهو الان فيدريتد. فكل يعني المطلوب انه بس تميزون بين الانواع شنو. كذلك هاي همنا مهمة، انه هو شنو الادفانتج مال هيتروجينيوس والديس ادفانتج مالته. هسه راح نجي على موضوع حلو شوية ومهم. فهنا بدي يقول لك ديستريبيوتد داتا ستورج، انه تريد تخزن شلون عندنا كلاود، شلون نرفع على درايف، شلون على يعني هذين المواقع اللي يخزنون الداتا مالتنا، دروب بوكس او وات ايفر. يقول لك كونسيدر ا ريليشن ار، يقول لك احنا اتفقنا بالبدايه انه كل ما تيجينا ريليشن اللي هي نفس الداتا، يقول لك مخزونه بداتابيس. there are two approach to storing the relation اللي هي يعني الداتا in distributed database. شلون؟ اول شيء عن طريق الريبليكيشن. خلينا نشوف شنو المصطلح الريبليكيشن. الريبليكيشن اللي هو التكرار. فخلينا نشوف، يقول لك the system maintains several identical replica. replica يعني تكرار او copies of the relation and stores each replica at a different site. انه شلون احافظ عليه؟ انه شو يقول؟ يقول اني اسوي فد كوبي، شلون عندك مثل هارد ديسك والمعلومات كلها موجوده على هارد ديسك، انت شو تسوي؟ عندك الهارد ديسك الاول اسوي كوبي له، اجي انسخه وين؟ بالهارد ديسك الثاني، وهكذا. فبالمحصله شو يطلع لك؟ يطلع لنا انه عندك نفس المعلومات موجوده على كذا database او كذا هارد ديسك مخزونه. الطريقه الثانيه بالخزن اللي هي شنو؟ fragmentation، اللي هي من اسمها fragmentation يعني التجزئه. يقول لك the system partitions the relation into several fragments and stores each fragment at a different site. يقول لك انه حتى اني اخزن مخزن هم مكان واحد، حتى مثلا يصير ما يصير، فعلى الاقل انا مأمن على نص المعلومات، فنص المعلومات يخزنها بمكان ونص الثاني بمكان آخر. هذين المصطلحات شوية مهمة. هسه راح نجي على النوع الأول اللي هو الداتا ريبليكيشن، يعني تكرار البيانات، يعني شلون مثل ما قلنا انه نخزنها على ديسكات مختلفة. فهاي الطريقة أكيد لها ادفانتج ولها ديس ادفانتج. فخلينا نشوف، يقول لك there are a number of advantage and disadvantage of replication. هاي شوية مهمة. الافيلابيلتي، الافيلابيلتي مصطلح انه هي يعني التواجد، انه احنا بدنا نتعامل ويا بيانات، فمن ينقطع الانترنت او تختفي المعلومات، ها يعني انا دخلت انذار، يعني شغله غلط صارت. فليش؟ لانه يعني المعلومات صارت مو متاحه بهالحاله، فراح يصير يعني شو مثل تقصير او خطأ بالسيستم مالتي. فمصطلح الافيلابيلتي يعني كلش مهم، اللي هو شنو؟ تواجد المعلومات لازم شلون اونلاين هي موجوده. هذا مصطلح الـ availability. يقول لك واحد من الـ advantage مال الـ replication اللي هي شنو؟ دائما المعلومات مالته متاحة، فإذا صار خطأ فرع من الفروع فهو موجود كوبي، أنا سويت عدة نفس البيانات، عدة كوبي من عندها على الديسكات أو وزعتها على الشعب البقية، فإذا صار خطأ بشعبة معينة فماكو مشكلة، يقدرون يجيبون بيانات من شعبة ثانية. بالإضافة راح يصير increase parallelism لأنه كل هذا تشتغل على نفس البيانات، و reduce data transfer. ليش reducing؟ لأنه هي المعلومات أصلا هي موجودة باللوكال سايت، يعني بكل موقع عنده بياناته، فماكو داعي مثلا شعبة شارع فلسطين تخاطب مثلا شعبة العظمية على مود بيانات، وهي أصلا هي موجودة نفس البيانات، فهم
فما يعني راح يختصر الوقت مال طلب المعلومات. disadvantage اكو disadvantage increased cost of update، يعني مثلا على كل تحديث انه انا ايش لازم شو اسوي، لازم الفروع كلها احدث البيانات مالتهم. بالاضافه ايش راح يصير، راح يصير increase complexity، تعقيدات راح تزداد of concurrency control. ليش؟ لانه انا لازم اسوي فد يعني بنفس الوقت سيطر عليهم واحدثهم. هنا مثل ما قلنا انه the system must ensure that all replicas of replica of relation are consistent، انهم كل المعلومات اللي انا حدثتها لازم كلها متوزعة على بقية الفروع، لذلك هاي تعتبر disadvantage بالنسبة للreplication. حنجي ناخذ الفرجمنتيشن اللي هي يعني الطريقة الثانية اللي حكيناها انه اجزء المعلومات. يقول لك there are two different schemes of fragmentation relation، اللي هي الهوريزونتال اذا نتذكر بالبداية، الهوريزونتال فرجمنتيشن والفيرتيكال فرجمنتيشن، ما راح ندخل هواية. كل نوع له الادفانتج مالته. الهوريزونتال شنو يعني؟ شلون اذا تذكرون هل كانت الاسم الموظف ورقمه ومقدار السلاري مالته موجود بالمزمة الأولى. والفيرتيكال اللي هي راح يصير يعني مثل كولومات، فشنو الفرق بيناتهم؟ يمكن اكو مثال هنا، مثلا عندك هذا الداتابيس دا تشوفون انه مثلا كوستمر اي دي نيم اريا بيمنت والجندر مالته شنو. مثلا هذا الداتا اولا ثانيا ثالثا، هالاسماء وهالمعلومات. بالنسبه الهوريزونتال فراجمنتيشن مثلا راح ياخذ subsets of tuples اللي هي الرو، tuples يعني سطر، فمثلا راح ياخذ اول سطرين وهكذا يقسمها يحطها مثلا وين، هال فريجمنت واحد اللي هي مثلا سيجمنت اولى وسيجمنت ثانية وهكذا، فيقسم حسب الهوريزونتال. الفيرتيكال يعني شلون مثل كولومز يعني الأعمدة، العمود الأول العمود الثاني وهكذا، فكل عمود من الأعمدة يخزنها بكذا سايت أو كذا داتابيس. حنيجي على موضوع تهمنا شوية مهم، اللي هو data transparency، يعني شنو شفافية الداتا مالتي. من خصائص الداتابيس يعني distributed database management انه لازم شو تسوي، هاي شوية ركزونا، hides all the added complexities of distribution allowing user to think that they are working with a single centralized system. لازم اخلي المستخدم ما ادخله بتعقيدات هواية، انه مثلا معلوماتك راح تنتقل، ما اقول له انه معلوماتك مثلا مخزونة هنا، او مثلا انا سويت كذا نسخة من معلوماتك، او مثلا معلوماتك جزئتها. فهاي تعتبر نوع من الترانسبرنسي، اللي هي شنو، انه لازم ما اخليه يعرف شيء، انه اخليه شلون من دا يتعامل ويا داتابيس دا انطي فد فكرة انه انت تتعامل ويا نظام واحد ويخزن معلوماتك وخلاص. هاي الشغلات الداخلية او اللي نقوم بيها اللي هي تجزئة وتكرار وكذا كذا، هاي انت يعني كمستخدم بسيط ما لازم يعرف اي شيء عنها. بعد نجي نقل انه الفرجمنتيشن ترانسبرنسي، يقولك user are not required to know how to a relation has been fragmented، يعني شلون المعلومات ما تتجزئت، او كذلك الريبليكيشن ما لازم يعرف شنو. فهاي شوية يعني يهتمون بي هو هذا الموضوع الداتا ترانسبرنسي. وكذلك اللوكيشن، انا ما لازم اقول انه ترى مثلا انا خزنتها بكذا مكان او شيء، لازم يتعامل ويا يعني كنظام واحد. هنا عندك naming of data، انه مثل كل فرع انه لازم انطيه فد رقم محدد او اسم محدد، حتى شنو، حتى ما يشبكن او ما يتلخ يعني يتخلطن بيناتهم، انه لازم كل واحد عنده يونيك نيم. يعني هذا بدنا نحكي الداتابيس مالتي الديستريبيوتد، يعني شلون احنا من نسمي انه مثلا مصرف رافدين مثلا فرع بغداد جديده، مصرف رافدين فرع شارع فلسطين وهكذا، فانه لازم اني اميز بيناتهم.
عندنا آخر موضوع بالمهزمة اللي هي distributed transactions. مثل ما قلنا إنه مثلا عندك فد سايتين أو مواقع اثنين، وأريد آخذ من عندها معلومات أو أطلب أو مثلا أنطيها معلومات، فشلون راح يصير الترانزاكشن أو شلون راح يصير طلب المعلومات بيناتهم؟ مثلا على سبيل المثال هنا عندنا مثلا هذا سايت، أوكي، اللي هي نعتبره كمبيوتر واحد، وهنا مثلا عندنا كمبيوتر ثاني أو ثالث أو حسب يعني. كل كمبيوتر اكو شغلتين، اللي هو شنو شايفين مثلا رئيس قسم وكل مقرر. اوكي، بكل قسم مثلا قسم الشبكات اكو رئيس القسم وكل مقرر، فهنا بنفس الحالة انه بكل فرع اكو شنو، اكو ترانسكشن مانجر واكو ترانسكشن كوردينيتر. شنو هي الشغلات المسؤولة عنها الترانسكشن مانجر؟ هي يقول لك maintaining a log of recovery purpose، اللي هو يسوي شغلات صيانة أو سجلات للريكفري، participating in coordinating the concurrent execution، يقول لك له علاقة يعني شلون التنفيذ اللي يكون بنفس الوقت of the transaction. اوكي، هذا شنو هاي ال responsible، يعني ال responsibility مال transaction manager. اوكي، عندك هسه المسؤوليات الترانزكشن كوردينيتر. الكوردينيتر شنو اختصاص؟ اختصاص انه ستارتنج ذا اكسكيوشن، هو اللي يبدي التنفيذ او هو اللي يبدي يعني الطلب. ديستريبيوتينج سب ترانزكشن، اللي هو ينقل ال يعني هو يوزع الريكوست. وcoordinating the termination، هو المسؤول عن إنهاء الاتصال أو إنهاء المعلومات. لودا نشوف إنه بكل حاسبة من بده يتواصل الترانسكشن كوردينيتر ويا من؟ ويا المانجر، وهكذا كل واحد الكوردينيتر ويا المانجر مال الفرع المقابل. أوكي، فهل هاي المهام مهمة؟ ها وين هاي بالdistribute transactions، ها فيما يخص الملزمة الثانية.